اللي هو انت ازاي بتعمل الفيجن بروسيس والشين رياكشن وكل التفاصيل دي. الحاجات دي نظري. المفروض كان في امتحان شفوي قبل كده، انتوا بالنسبه للائحه بتاعتكم مفيش امتحان شفوي. فهل هيجي نظري في الامتحان ولا لا؟ هو قال في المحاضره ايه؟ هو بيقول قال في نظري، قال في اسئله نظري؟ انا ممكن اجيب السؤال خلاص. طيب ماشي، الاسئله اسئله النظري دي هتلاقيها في غالب بتتكرر اصلا. هو ما بي يعني الاسئله النظري هو ما بيجيبش كتير جديد يعني. فجزء جزء ايه؟ هتلاقيها في امتحانات الشفوي؟ امتحانات الشفوي حتى امتحانات بتاعت الفاينل قبل كده. فجزء بتاع الشفوي ده او جزء سوري النظري ده هتلاقيه في المحاضره. احنا الهدف ان احنا ايه؟ نعرف نحل المساله. المساله دي تبقى في الغالب اخر مساله في الامتحان. مساله بالك كبيره كده. ماشي؟ كانت بتساب كتير بصراحه عشان ما اكدبش عليك. او يعني انا فاكر ان انا ما كنت بحل في الامتحان وصلت لها بس ما خلصتهاش. وانت بتحلها برده انت ما بتراجعش، انت بتخبط الحاجه وزي ما تيجي تيجي بقى. تمام كده؟ طيب النيوكلير باور ستيشنز دي بقى ايه الفكره؟ ايه انت خدت قبل كده كان الجزء كونفنشنال. ايه الكونفنشنال؟ انت كنت بتاخد فيه بويلر صح؟ البويلر دي انت بتحرق فيها بناتشرال جاز بمازوت بفحم باي حاجه. المفروض السايكل فيه هنا بامب ودي داخله كده على التربينه تاخد منها باور وبعد كده داخله على كوندنسر عشان تقفل الدايره صح كده؟ طب النيوكلير باور ستيشن نفس الفكره ونفس الاناليسيز، مفيش فيه اختلاف كتير. يعني السكشن هتلاقيه بسيط، مفيش كلام كتير جديد. هو الكلام كله فين؟ ان هو بدل ما كان بيستعمل هنا كونفنشنال او فوسل فيول اللي هو الناتشرال جاز والحاجات دي، لا البويلر دي هيستعوض عنها ويركب مكانها ايه؟ بالظبط، يركب مكانها حاجه بنسميها ده كده بنسميه نيوكلير رياكتور. هو ايه الصعب في المسائل؟ خلاص؟ مفيش. بص هو مش صعوبه قد ما تبقى انت عارف في انواع. يعني مثلا هتلاقي انا دلوقتي شلت البويلر حطيت نيوكلير رياكتور خلاص. طيب فايه هما هتلاقي هما بداوا يطوروا كل شويه ويعدلوا شكل السايكل دي. فالفكره في ايه؟ هو الفكره كلها انك تبقى عارف كل نوع. لما انا اجي اقول لك في مساله في اولها انا عندي نوع معين من نيوكلير باور ستيشن، تعرف انت ترسم الدياجرام بتاعه. لو انت رسمت الدياجرام صح، يعني انت عارف النوع وعارف كل حاجه رايحه فين وجايه منين ورسمت الدياجرام صح، مساله كده سهله جدا، كلها تعويض وحبه بروبرتيز جيبها وتعوض هنا وتجيب هنا وهكذا. هي فعلا سهله، بس هي كل الحكايه في ايه؟ ان انت تعرف ترسم الرسمه في الاول دياجرام صح. طيب فدي ده نوع كتير بيجي جدا. النوع التاني بقى ان هو يجيب لك الرسمه اصلا مرسوم. طبعا دي تبقى في غالب ايه؟ اصعب، يعني فيها ستيتس كتير جدا، تقعد بقى ايه تجيب معادلات كتير وتحلها مع بعض. خلاص؟ بس الشائع اكتر عشان الامتحان عندكم يعني تخفض او ضغط ان هو يجيب ايه؟ يجيب اسم معين، نوع معين، يقول لك ارسمه وبعد كده حل. تمام؟ طيب ففي عندنا كام نوع بقى في المسائل؟ اربعه. في اربع انواع، حلو جدا. راجل مركز في المحاضرة اهو قاعد اتريق عليه. طب ايه الأربع أنواع بقى؟ في حاجة اسمها بي دبليو ار. بص وركز لأن دايما هو ايه دايما في المسائل بيديك الاختصار. طيب ده اختصار ايه بقى؟ بويلينج ووتر رياكتور. تمام؟ طب ده نوع. في نوع تاني اسمه ايه؟ طب هتلاقي دايما ايه طول ما انا ماشي كده من الشمال لليمين كل ما ايه الموضوع بيتعقد اكتر وكل ما ده كان اتجاه التطور. يعني هم اول ما عملوا ده بعد كده تطوروا شويه دخلوا في اللي بعديه وهكذا. طيب ده بيسموه ايه؟ بي برضو بس بي اللي هي فوربين يعني دبليو ار اللي هي ايه بقى؟ بريشرايز ووتر رياكتور. تمام؟ طيب وبعد كده؟ طب ده في منه بقى ايه تطويرات برضو. يعني بص كل حاجه من دي هتلاقي في اتلعب فيها 50 مره، هتلاقي في النظري في حاجات كتير مكتوبه. انا يميني ايه؟ يميني الشكل العام من بره عشان نرسم السايكل صح نعرف نحلها. فهو بي دبليو ار ده بقى فيه تطور شويه، حاجه اسمها بي اتش دبليو ار اللي هو بريشرايزد هيفي ووتر رياكتور. كل الحكايه ان هو نفس الفكره بس غير، بس بدل ما بيستعمل حاجه اسمها لايت ووتر استعمل حاجه اسمها هيفي ووتر اللي هي ديوتريوم. ماشي، ايزوتوب من الهيدروجين. يعني المهم ان هو ايه تفصيله زياده بس كده ايه كنظري، كحل مش هيفرق معايا في حاجه. خلاص؟ طب ثالث حاجه هنا عندي اللي هي ايه؟
اللي هو انت عندك بريشرايزد ووتر رياكتور، عندك هنا بقى ايه جاز كولد رياكتور، تمام، وبيرمز لها اللي هي الجي سي ار يعني. طب هتلاقي دايما ايه مشهور ان البي دبليو ار ده، او مش البي دبليو ار، البي اتش دبليو ار، دايما يقول لك مين الاشهر ناس طوروه، يعني مين طوروا النظام ده، مين كنديين. هتلاقي البي اتش دبليو ار بيسموه الكاندو، خلاص معلومه ليك يعني. يعني كل يعني ده كل دوله خدت الجزء ده وطورته وعملت حاجه باسمها. فتلاقي مثلا ايه الجاز كولد رياكتور دول الامريكان والالمان والانجليز مسكوه، وكل واحد عمل بروجرام، عمل مشروع كامل عشان يطوره. فتلاقي ان في كل واحد افتكس افتكاسه كده وعمل ايه نظام خاص بيه، تمام. طب رابع حاجه بقى ده يا جماعه حد يقول اي حاجه. ايوه ليكويد ميتال، الله ينور عليك، او بيسموه فيدر بريدر، عن كلام غريب كده رياكتور. طيب بيرمزوا له بقى ايه ابريفيشن لكل حرف او لكل حرف. طب ايه فيدر بريدر مش عارف ايه رياكتور ده؟ بص الكلام ده كله اللي هي الجزء الفيدر بريدر ده معتمد على شكل النيوكلير انرجي ازاي تطلع، خلاص جوه الجزء بقى الفيجن بيحصل ازاي والتشين رياكشن والقصه دي كلها. القصه دي كلها ايه نظري، اتصرف انت فيه. لكن انا يهمني في الاخر اعرف احلها، خلاص كده. طيب تعال نبص كده بقى ايه على كل واحد شكله عامل ازاي. البي دبليو ار ده الدياجرام عامل ازاي، هتلاقيه عامل كالاتي. وقت انا عندي قلنا بقى خلاص شلنا البويلر حطينا مكانها ايه نيوكلير رياكتور، خلاص نرسمه بالشكل ده. ايه الرسمه دي ثابته ما تتغيرش خالص، يعني لو قال لي بي دبليو ار مهما كان، طالما هو مش راسم حاجه، طالما انا ما رسمتلكش حاجه دي سكيماتيك ده خلاص، لان انا ممكن ارسمه واعدل في اي حاجه، احط فيه دوتر هيترز هنا، احط مش عارف ايه عادي. بس انا بتكلم لو انا قلت لك اسم وبديك بعض الجيفنز وبقول لك حل وارسم الدياجرام، ترسم الدياجرام ده، تمام ماشي. فعند ده نيوكلير رياكتور قصدي مش هتتغير زي الباور ستيشنز في الاول، ان انا مثلا ارسم تو هاي بريشر تربن لو بريشر تربن اربعه في دوتر هيتر واحد. ما هو هو لو عايز يزود لك مثلا تربينه كمان فيه ريهيتنج او كده، هو هيقول لك ويشرح لك هي عامله ازاي، او يرسم لك سكيماتيك. انا بتكلم على الستاندرد، حاجه الستاندرد، خلاص كده. طيب مهم جدا برضو تعرف ايه في المسائل دي في مسميات، يعني ايه هتلاقيني كده بحط كده بعض المسميات. المسميات دي لازم تحفظها ليه؟ لان هتلاقي الجيفنز معطاه بالمسميات دي، تبقى انت عارف تحطها فين على الدياجرام. الموضوع كله بس تعرف مين اتحط فين، خلاص. طيب فانا عندي ايه ده، عندي دلوقتي المفروض ده نيوكلير رياكتور، المفروض ده في جوه الشكل اللي هو مقسم ده الكاروهات ده، المفروض ده بالنسبه لي بيسموه ايه فول اسمبلي بالظبط. ده كده المفروض ده الجزء اللي بيحصل فيه بقى الفيشن وبيحصل فيه كل الكلام ده كله، بيحس ان هو طلع انرجي عاليه جدا، هيت انرجي عاليه جدا. الهيت انرجي اللي بتطلع عاليه جدا من الفول ده نيوكلير فول ده، المفروض ان انا بيبقى فيه حواليه ميه، الميه دي بتسحب منه الحراره بتبرده، صح؟ الميه اللي انا بسحب بيها الحراره دي بقوم بقى المفروض معديها على حاجه هنا بيسموها ايه؟ سيباريتور. يعني ما تفهم من القصه دي ايه؟ ان المفروض ان الفول ده هيسخن الميه، بيحس ان هو يوصلها لميكس في جزء فيبر وجزء ليكويد، خلاص. طيب عشان طبعا فرق الكثافه، المفروض ده سخن فكثافته اقل، فتلاقيه المفروض ان هو يطلع ايه، يطلع لفوق، يطلع لفوق لحد ما يخش على السيباريتور ده. السيباريتور ده عباره عن ايه؟ عباره عن تانك فاضي عادي جدا، فتخش فيه الميكس اللي هو فيه فيبر وليكويد، الليكويد يحصل له ايه؟ ينزل لتحت، ده كده الليكويد، والفيبر يتفصل ويطلع ايه لفوق، تقوم واخد الفيبر من فوق وسحبه ومدخله على ايه على التربين، وبعد كده التربينه تدخل بقى على ايه كوندنسر،
كده في عندي ايه البامب تمام كده. طب الليكويد اللي انت فصلته ده هتسيبه كده؟ لا، سايكل تبقى مقفوله، هتلاقي الليكويد اللي هو كان مفصول اهو سحب تاني ونزل على ايه، على الخارج بتاع البامب، وجمعوا مع بعض وبعدين دخلوا تاني ايه على الرياكتور يسخنوا في جزء وجزء فيبر وليكويد وهكذا، وتلف السايكل تمام كده. طيب يبقى انت عارف كده المفروض ايه، المفروض ان الفيول سيل دي او الفيول اسامبلي ده المفروض ان هو بيبرد بايه، بميه صح، ونفس الميه اللي بتبرد الفيول سيل ده النيوكليير فيول سيل ده المفروض هي نفس الميه اللي هتروح او الفيبر اللي هيروح فين في التربينه ويطلع لي باور ماشي. فلو انا عايز اقول مميزات وعيوب النظام ده، اول عيب فيه ايه؟ ان انت ان انت جزء، بص انت عارف المفروض جزء التربينه والكوندنسرز دي في فروق بريشر، يعني ده المفروض فاكيوم صح، المفروض التربينه دي في حاجات بتلف وبتاع، المفروض في مهما كان في نسبه ليكيد لازم تحصل. فتخيل انت المفروض ده في كان فينا حبه ميه ملامسين لفيول اسامبلي نيوكليير رياكشن، يعني المفروض في مواد مشعه في الميه دي، تخيل المواد المشعه دي دخلت في التربينه اللي المفروض في ليكيد ممكن يحصل فيه يتسرب بره، فتلاقي الجزء بتاع التربينه ده اصلا حواليه بيبقى مسافه كبيره جدا متحوطه ومتقفله عشان ما حدش ايه هوا من ناحيتها، لان التلوث بتاعها عالي. نفس الكلام برضو للكوندنسر، الكوندنسر ده فاكيوم خلاص. طيب هو الفاكيوم ده يعمل لك مشكله ازاي؟ حد يعرف بالظبط؟ طب لما حاجه تخش لي جوه الكوندنسر هيخش لي هوا صح؟ طب ده مشكله بالنسبه لي ليه؟ لا سيفتيشن لا خالص بالظبط. المفروض انا ببرد الفيول سيل ده ببرده ميه، فلما يخش هنا في خليط من الميه والجزء هواء هيأثر لي على ايه؟ هيت ترانسفير كوفيشنت اللي بيعمل هنا هيت يعني هيت ابزوربشن خلاص كده. فلما يبقى في هنا بعض النون كوندنسبل جازز ده يأثر لي على هيت ترانسفير يقللها لي، فيخلي كفاءه الانرجي ترانسفير ده اقل تمام كده. فهي في كذا يعني، هتلاقي لو انت عايز تمسك ده وتحللها ايه مميزات والعيوب هتلاقي حاجات كتير جدا، بس ده طبعا ايه ده ميزته ان هو سيمبل بسيط ورخيص والدنيا لطيفه. وممكن نقول في العيوب ان الخارج بيطلع ساتوريتد، ممكن دي برضه طبعا نقطه، ان انت التربينه انت بتدخل لها هنا بخار ايه مش سوبر هيتد، طب مجبر ان ده يخش ايه ساتوريتد، طبعا في ليميتيشن على كميه الاكسبانشن اللي تعرف تعملها، طبعا انتوا فاهمين ليه عشان الاكس اللي طالع هنا ده اول حاجه. فبالتالي كميه الباور اللي انت بتطلعها من التربينه ليميتد برضه تمام كده. وعشان التربينه دي قلنا ممكن يحصل ليكج، فالبريشر اللي انت تعرف تشغل عنده السايكل دي بيبقى بريشر ليميتد برضه، ما ينفعش ترفع بريشر قوي عشان الليكج هيزيد اكتر تمام كده. فكل الحاجات دي اقدر اقولها مميزات وعيوب، فتقسمها بالفكر ده تمام. طيب في بعض المسميات بقى قلنا ايه، قلنا هقول لك دايما عشان تبقى عارف مسميات في جيفنز، الخط ده بنسميه ايه؟ بنسميه فيد ووتر تمام. المفروض هنا هيتجمع على خط تاني فرع تاني هنا اهو، يطلع من هنا، ركز بقى في مسميات هنا بيسموه ايه؟ سيركيوليتد وركز ماشي. طب اللي نازل هنا ده بنسميه ايه؟ معلش هلون الاحمر عشان بس ما ده بنسميه بقى ري سيركيوليت تمام. طيب الستيم اللي بيلف وبيخش جوه التربينه اللي هو ده ام دوت ستيم صح كده، اللي هو المفروض بيساوي ايه؟ لا بالراحة بس، ام دوت ستيم ده اللي هو المفروض عبارة عن ايه؟ اللي هو نفس هو الفيد ووتر صح كده؟ طيب دي كده مسميات. طيب دي ساعات كده ايه المفروض دي ساعات بنسميها كده هوت ليج دي على اساس يعني ان النيوكليير رياكتور ليه اتنين ليج، يعني دي ليج ودي ليج، فدي بالنسبة لي دي الهوت ودي الايه؟ دي كولد تمام. طب انا طبعا مش محتاج اقول لك بقى ان كبروبرتيز المفروض ان هنا عندك اكس بنسبه معينه صح عشان ده ميكس. طب انت توصل لحد اكس بكام؟
اه ليميتد هتلاقيها في رينج ال 10. ما تزيدش عن كده ليه؟ عشان هيبقى في بيبر كتير. بيبر كتير ده هيقلل لك الهيت ترانسفير اللي بيحصل هنا. انت مهم جدا ان انت تحافظ ان الهيت ترانسفير يكون عالي عشان تسحب الانرجي الضخمه جدا تطلع من النيوكلير رياكشن. هيعمل فيلم يعني. هيعمل فيلم وهيأثرلك على الهيت ترانسفير يقل، هتلاقي ان الكور ده درجه حرارته تزيد يسخن اكتر. فاهم ازاي؟ ممكن ينفجر ولا حاجه لا قدر الله. طبعا السايكل بتبقى فيها كميه يعني كنترولز وحاجات تظبط الدنيا دي، ولو في مشكله حصلت ستاند باي ايه وايه، يعني قصه كبيره جدا يعني مش سيمبل كده. طيب السيباريتور ده اللي ينزل من هنا اكس بتاعته كام؟ واحد؟ زيرو يا جماعه في ايه؟ لفوق ده ليكويد صح؟ اكس بزيرو صح؟ وده اكس بواحد ده اللي هو ساتوريتد. طيب تعالى بقى نعرف كده ايه، في حاجات عرفوها. قال لك عندي في حاجه اسمها السيركيوليشن ريشي. طب ده بيساوي ايه؟ باي ديفينيشن. ايوه اللي هو ايه؟ طب اديني يعني واحد على اكس اللي هو عباره عن ايه؟ سيركيوليتد اللي هي مقصود بيها دي صح؟ مقسومه على ايه؟ ام دوت فيد اللي هي ام دوت ستيم صح؟ اللي هي دي تمثل لي واحد على اكس تمام؟ نفس الستيم جنريتور. طب عرف بقى مش سيركيوليشن ريشيو، عرف حاجه اسمها ايه؟ ريسيركيوليشن ريشيو. طب ده بيساوي ايه بقى؟ نفس الفكره برضو اللي هي الام دوت ستيم ثابته بس فوق بقى بيبقى ايه؟ الام دوت اللي هي هقول لها ار اي اللي هي ريسيركيوليتد يعني تمام؟ اللي هي طب اه تعالى نبص كده دلوقتي الام دوت بقى كماس بالانس سريع كده. الام دوت ريسيركيوليتد دي اقدر افكها ازاي؟ اقول ان هي عباره عن الام دوت سيركيوليتد ماس ام دوت ستيم صح؟ لو انا قلت كده ام دوت ستيم ماس ام دوت سوري سيركيوليتد ماس ام دوت ستيم وقسمت على ام دوت ستيم اقدر اخفض دي اقول ان هي عباره عن ايه؟ بالظبط اقول ان دي ده كده واحد على اكس صح؟ ماس ايه؟ ماينس واحد تمام كده؟ طيب يعني انت فاهم عشان بس الحته دي مهمه مين الكبير؟ يعني لو قلت لك انا في 10 كيلو كيلوجرام بير سكند بيعدوا في السايكل دي وفي 1 كيلو منهم بيطلع ستيم مين ال 10 ومين الواحد؟ ومين التسعه؟ العشرة ده سيركيوليتد صح؟ يخش هنا يسخن يتحول واحد منه واحد كيلو بس لستيم صح؟ يبقى ده اللي هو هيخش هنا واحد صح؟ طب عشان ده يبقى ستيدي ستيت يبقى بقيه ال 10 دول اللي هم التسعه هينزلوا فين؟ في ريسيركيوليتد تمام كده؟ طب ده كده ايه؟ ده جزء البي دبليو ار. طب جينا بقى ايه طورنا الموضوع شويه قلنا بقى لا قصه ان انا المفروض ده جزء فيه كده راديشن المايه دي وداخله على التربينه وقصه بقى الليكج والقصه دي لا ما ينفعنيش الكلام ده. انا عايز اعمل ايه؟ افصل الاثنين عن بعض، خلي هنا في حبه مايه يسخنوا مثلا وكده في النيوكلير رياكتور وفي دوره ثانيه وبينهم ايه؟ مبادل حراري، دوره ثانيه تولد لي بقى ايه؟ باور في التربين. فعامله ازاي؟ هم طوروا الموضوع شويه. بقى عامل ازاي بقى؟ عامل كده اهو ده كده رياكتور عادي ماشي. ده كده بالنسبه لي ايه ده؟ طيب بص كده عندي ايه بقى؟ دلوقتي انا قلنا هنفصل بقى نفصل الدايره دي عن الدايره دي عشان ايه؟ كسيفتي. فجينا فصلنا الدايره دي، الدايره دي عباره عن ايه؟ دايره ستيم سايكل بسيطه خالص. عندي هنا في ستيم جنريتور
او بقى خلينا نسميها هيت اكسشنجر عادي بدل حراري خلاص. بيطلع هنا ستيم، ستيم ده بيخش على تربينه، طلع هنا على كوندنسر وفي بامب. دي دوره ايه مستقله بذاتها خاصه بالباور سايكل. جميل. تعالى بص بقى على الدوره الثانيه اللي هي خاصه ايه نيوكلير، يعني بتكلم عليها بسميها كسايكلز، دي باور سايكل ودي نيوكلير سايكل. طب السايكل دي بقى عامله ازاي؟ في نيوكلير رياكتور، في برضه ميه هنا، الميه دي بتلف البامب اهي. البامب دي بيسموها سيركيوليتنج بامب. تمام؟ بتلف في ميه في ايه؟ تخش برضه على النيوكلير رياكتور تسخن، تطلع من فوق تخش على الهيت اكسشنجر، ده تبدل الحراره ما بين مين ومين؟ باور سايكل وما بين ايه؟ نيوكلير سايكل. ترجع تاني بارده وتخش تاني وهكذا. الموضوع بسيط يعني. تمام؟ طيب اللوبس بقى بيسموها ايه؟ بيسموها لوب. لوب يعني دوره كده. فدي كده بنسميها لوب اللي هي النيوكلير لوب، او بيسموها اسم تاني اللي هو ايه؟ كولنت. ليه كولنت لوب؟ لان انا المفروض ماشي فيها ده بيبرد النيوكلير رياكتور، بيسموها كولنت لوب، يعني نيوكلير لوب او كولنت لوب، او اسم ثالث كمان اللي هو ايه؟ برايمري لوب. تمام؟ اللوب الثانيه تلاقي اسمها ايه؟ باور مثلا لوب، ممكن اسم ثاني اللي هي السكندري لوب. تمام؟ طيب في هنا مميز، في ميزتين مهمين عن البي دبليو ار طبعا غير الفصل اللي عشان السيفتي، في حاجه كمان مهمه جدا. ايه حاجه مهمه جدا؟ ممكن تطلع سوبر هيتد. تمام. السايكل دي ممكن تطلع منها سوبر هيت. ليه؟ لان هي اسمها بريشرايزد ووتر رياكتور. يعني ايه بريشرايزد؟ يعني الجزء اللي في اللوب اللي فيها النيوكلير رياكشن دي البريشر بتاعها عالي. يعني ايه البريشر بتاعها عالي؟ يعني ما بيحصلش هنا بويلنج زي الكيس دي، لا هنا ما بيحصلش بويلنج. فانا هنا كل الشغل بتاعي في السايكل دي شغال ايه؟ سب كولد عند بريشر عالي. تمام كده؟ سب كولد عند بريشر عالي. عشان البريشر بتاعه عالي. انت هيطلع هنا ليه؟ هيطلع هنا ليه؟ لان في فرق دنسيتي. بس كل الحكايه ان فرق دنسيتي ده انت لسه في السب كولد ريجن. في جزء عندك خفيف اللي هو اللي هيطلع فوق يكمل، وفي جزء الثاني تقيل وهو جاي من تحت. بس ستيل هما الاثنين ليكويد فيز، مفيش فيه فيبر خالص. فرق التمبريتشر هو اللي فرق التمبريتشر اللي هيعمل فرق دنسيتي. لا انا بتكلم في بالظبط. اه ما هي دي هقولها بقى. انا دلوقتي انا شغال عند هنا، المفروض ان دي خلاص سب كولد والبريشر عالي خلاص. طب عشان انا انقل حراره من هنا المفروض ده السخن للده السائع، يبقى معنى كده ان البريشر اللي انت شغال عنده هنا المفروض يكون اقل ولا اكتر من هنا؟ اقل بكتير. صح كده؟ يبقى انت عارف المفروض معلومه كلوجيك ان البريشر اللي انت شغال عنده في الباور سايكل، صح؟ خلينا بي سي اللي هي باور سايكل، يعني المفروض ان هو وضعه ايه؟ اصغر ولا اكبر؟ اصغر من البريشر اللي انت شغال عنده في الايه؟ في النيوكلير سايكل. تمام؟ منطقي. ليه؟ عشان انا هنا المفروض ان انا عايز اغلي، صح؟ المفروض ان انا هنا مش عايز اغلي، لان انا شغال سب كول. طبيعي عشان تغلي هنا وهنا تبقى سب كول، يبقى البريشر هنا يكون اقل من هنا. صح كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب في النيوكلير لوب انا ما بوصلهاش لحاله الميت ريجن، عشان برضه الهيت ترانسفير بيحصل كتير. بالظبط. هو هنا برضه كنوع من انواع السيفتي، ليه ما وصلتش لحد السب؟ يعني مثلا انا شغال سب كود، ليه ما اقولكش اشتغل لحد ساتوريتد ليكويد مثلا؟ ليه؟ لان انت مش هتعرف فاهم. بس يعني ان انا اقول لك ازاي اظبط، يعني عشان تظبط انت على البي اتش دايجرام تظبط النقطه اللي هي عند دي بالظبط، الموضوع صعب جدا. يعني هتنزل تحتيها يعني هتخش جوه. خلاص؟ طب ليه هو مش عايز يخش جوه؟ مجرد ما يكون فيبر يبقى الهيت ترانسفير اللي بيحصل هنا اهو هيقل. هو مش عايز يخسر الحكايه دي. طب ليه؟ ليه انا اخسر الحكايه دي؟ انا هنا كنت بعمل هنا وكنت مضطر اغلي، لان الفيبر ده هو اللي هيخش التربيل. انت معايا ولا ايه؟ لكن هنا انا مش فارقه معايا اصلا. فليه اخسر هيت ترانسفير عالي جدا كنت احققه في السب كولد ريجن؟ معايا؟ فهي دي الفكره يعني. تمام؟ طيب هي دي اناليسز عاديه خالص، بس في ايه؟ في حته كده ايه ده، يعني انا اسف الكلمه ده خازوق شويه. هو ايه؟ حط حاجه هنا اسمها ايه؟ بريشرايزر. ايه بريشرايزر ده بقى؟
بالظبط. ده انتوا عارفين ايه، كانه سوسته كده، ده كده ده السوسته بتاع الـ بتاع الرياكتور ده. ليه بقى؟ دلوقتي انت حاولنا ايه، المفروض السايكل دي كلها ضغطها عالي صح؟ طب تخيل كده لو دلوقتي انا التربينه دي حصل ان اللود اللي انت عايزه بالتربينه لود قل، حتى بقى تستيم تربين بقى في الثروتلنج فالف والقصه دي كلها. المهم ايه في الاخر عايز اوصل له ايه، ان انا الباور اللي انا عايزها بالتربينه قلت صح؟ يعني معنى كده ان الكيو اللي انت هتسحبها من هنا هتقل صح كده؟ طب تعالى نتكلم على ايه، على دلوقتي مرحله ترانزينت تعالى نكتبها كده هناك، مرحله ايه ترانزينت. دلوقتي انا عندي ايه، عندي المفروض ان اللود ال ده اللي هو اللود ماشي، اللود ده حصل له ايه؟ قل. طيب المفروض يبقى معنى كده ان الكيو اللي انت بتاخدها في الهكس ده هتقل، يعني الكيو دي هكس دي اهي هتقل. طيب معنى كده ان درجه الحراره بتاعه الليكويد اللي ماشي في السايكل بتاعه النيوكلير دي تزيد ولا تقل؟ هتزيد. انت بتسحب منها كميه اقل صح كده؟ انا بتكلم في حاله ترانزينت، انا لسه ايه دوب كده الموضوع بيحصل في ثواني صح؟ يبقى انت درجه الحراره اللي ماشيه في النيوكلير سايكل دي حصل لها ايه؟ زادت صح كده؟ طيب دلوقتي احنا قلنا ايه، دي كده سايكل كلها ليكويد مقفوله، سيبك من ده دلوقتي، كلها مقفوله، معنى ان التمبريتشر تزيد ده يعمل ايه؟ البريشر هيزيد صح كده؟ مع الفوليوم، سبيسيفيك فوليوم المفروض يزيد، سبيسيفيك فوليوم نفسه يزيد، فلو سبيسيفيك فوليوم ده ما فيش حاجه تحتويه هيعمل ايه؟ هيزود البريشر. طب لما يزود البريشر يفضل البريشر يزيد لحد ما توصل لمرحله ممكن يحصل ايه؟ ينفجر صح كده؟ او بويلنج، بس مش توصل ما هو يعني هينفجر ونخلص من القصه دي خلاص. طيب عشان بقى هم يعملوا كنترول للحكايه دي فبيحطوا بقى حاجه اسمها ايه، سيرج تانك، او بيسموه هنا بريشرايزر. تمام. طيب البريشرايزر ده فكرته عامله ازاي؟ ده عباره عن تانك فوق كده بنفس الشكل ده ماشي، التانك ده في جزء نصه كده 60% مثلا منه ليكويد من نفس الميه دي متوصل مع الفرع ده، وفي الجزء اللي فوق ده ايه، فيبر. طيب ايه اللي يحصل انت متوقع كده ده محطوط ليه؟ تخيل دلوقتي بالقصه اللي احنا قلناها المفروض ان التمبريتشر هتزيد فالسبيسيفيك فوليوم هيزيد صح؟ طب السبيسيفيك فوليوم لما يزيد ايه اللي يحصل؟ ما انت عندك دلوقتي الجزء الفيبر ده عامل زي السوسته كده خلاص؟ فيحصل ايه؟ يحصل ان السبيسيفيك فوليوم لما يزيد تلاقي ان كميه الماس اللي ماشيه هنا اهو تزيد، فتخش فين؟ تخش على التانك ده تملاه. لما تخش على التانك ده تملاه تعمل ايه هنا اهو؟ تضغط على الفيبر ده، فالفيبر ده لما يضغط عليه يعمل ضغط عكس صح؟ فيوازن الضغط الجديد. فاهمين ولا لا؟ يعني القصه كلها ده عامل زي السوسته كده، انا عايز حاجه تحتوي السبيسيفيك فوليوم اللي زاد ده اللي هو المفروض يزود الضغط. تمام؟ طب معلش، طب ايه لازمه البامب ده؟ هقول لك لازمه البامب ده، بس فاهمين الفكره دي ايه؟ مش لازم ده لازمته ايه؟ الفيبر فوق ونزلته تحت، هقول والله هقول لازمته ايه؟ خلاص فاهمين بس الفكره دي؟ طيب البريشرايزر ده ليه 2 كيس. ايه؟ يعني ليه طريقتين في التشغيل؟ في طريقة اسمها انسرج. وطريقة تانية اسمها ايه؟ اوت سيرج. طب كويس، لو ده سؤال نظري كويس. طب ايه الفرق بين بقى الانسرج والاوت سيرج؟ طيب تعال نبص كده. دلوقتي البشرايزر ده نقسمه كده كبير لوحده عشان ايه نعمل اناليسز عليه. ده كده البريشرايزر اهو، في جزء ليكويد في جزء فيبر وفي فرع كده غريب مش عارف شايفين ده جاي منين صح؟ طيب البريشرايزر ده قلنا فيه جزء فيبر فوق، تحت كده في ليكويد، وفي اهو كده دوائر. الدوائر دي عباره عن ايه؟ عباره عن هيترز بالكهرباء عادي. تمام. وفي فرع كده اللي هو جاي من تحت ده الازرق ده،
جاي من الخارج بتاع البامب صح؟ طيب الفرع ده بيسموه ايه؟ بيسموه سبراي. مهم جدا الاسامي دي. طيب وفي فرع اللي هو الاساس ده بقى بتاع البريشر بريشرايزر ده متوصل فين؟ دي قلنا اسمها ايه؟ دي كده اسمها الهوت ليج. يبقى انت عارف ان المفروض ان الفرع ده متوصل بالايه؟ بالهوت ليج. تمام؟ معنى كده ان السبراير ده متوصل بانهي فرع؟ كولد ليج. تمام؟ طيب ده كده شكل البريشرايزر عامل ازاي. طب قلنا ايه؟ قلنا فيه اتنين كيسز، في حاجه اسمها انسرج في حاجه اسمها اوت سيرج. طب انسرج ده اللي هو ايه؟ هو تكمله الشرح ده. دلوقتي انا عندي اللود زاد، اللود سوري قل، الكيو قلت، التمبريتشر بتاعت النيوكلير رياكت سايكل زادت صح. طب دلوقتي لما انا عندي التمبريتشر بتاعت النيوكلير سايكل تزيد، طب قلنا اللي يحصل المفروض السبيسيفيك فوليوم هيزيد صح. طيب السبيسيفيك فوليوم لما يزيد ايه اللي يحصل؟ هتلاقي ان في ماس زياده. ما هو زي هتزيد هتروح فين؟ في ماس زياده هتخش فين؟ هتخش من تحت. بسمها بالازرق، في ماس كده اهو دخلت دلتا ام انلت، دي دخلت ليه؟ عشان السبيسيفيك فوليوم زاد. معايا ولا ايه؟ بصراحه معايا صراحه الحته اللي هو بيقول البريشر زاد، هو المفروض خليك معايا بس انت ماشي معانا. البريشر هتزيد تمام، والسبيسيفيك فوليوم هتزيد تمام. هتزيد هتروح فين؟ تزود الماس. حتى هتلاقي انت السايكل دي هنا اهو كده، هتلاقي في حبه ماس زياده دخلت لفوق جوه البريشرايز. في مشكله في الكلام ده؟ طب دلوقتي انا لما في حبه ماس تخش هنا زياده ايه اللي يحصل؟ طب ايه اللي يحصل؟ هتلاقي في هنا اهو كده اهو في كميه ليكويد زادت فوق صح؟ اللي هي الام دوت سوري الام انلت دي. تمام؟ لما دي تزيد فوق ايه اللي يحصل هنا؟ البريشر هنا هيحصل له ايه؟ البريشر بتاع البيبر ده هيزيد. طب ركز كده، البريشر اللي جوه ده لما يزيد يعمل ايه؟ يعمل كوندنسيشن. انا دلوقتي عندي ميه، الميه دي ساتوريتد فيبر عند 100 درجه مئويه خلاص عند الضغط الجوي، رحت جايب الفيبر ده ورحت ضغطه زودت الضغط ايه اللي يحصل؟ جزء منه يتكثف صح كده. فده نفس الفكره، انا كان عندي في الاول فيبر ده انا زودت الضغط بتاعه يحصل له ايه؟ في جزء منه يتكثف. فتلاقي ايه؟ ان غير الجزء بتاع الام ان دي في جزء زياده نتيجه التكثف. ماشي اهو خليك معايا للاخر يعني خلاص. يبقى ده كده جزء زياده نتيجه ايه؟ الكوندنسيشن. ليه؟ عشان البريشر زاد. تمام كده؟ طيب كل الحاجات دي ترانزيت. لما انا دلوقتي كميه الام دوت كوندنسيشن دي تزيد، يعني في جزء انا كثفته، يبقى كميه الفيبر اللي هنا حصل له ايه؟ قلت. طب كميه الفيبر لما تقل معنى كده ان البريشر يحصل له ايه؟ هيقل تاني. فتلاقي ان انت في اللحظه في الاول البريشر زاد، راح بسرعه راح ايه عامل كوندنسيشن لحبه صغيرين لحد ما البريشر بدا يقل تاني، فتلاقي ان حصل زي ايه؟ زي بالانس في البريشر. حاجه بتزود بس في نفس الوقت في حاجه ثانيه من الناحيه الثانيه بت ايه؟ بتقلل. فاهم ازاي؟ ده ميكانيزم عشان اعمل بالانس، انا عايز اعمل بالانس. فاهمين القصه؟ خليك معايا للاخر يا عم، يعني انت معايا لحد النقطه دي. طب فرضا انا دلوقتي بقى كميه الماس دي كتيره قوي، كتيره جدا، وزياده البريشر مش كفايه ان هي سوري الالان البريشر نتيجه الكوندنسيشن مش كفايه، يعني انا عندي ده بيزيد جدا فالبريشر ده الازرق بيزيد جدا، والكوندنسيشن معدله اقل فالبريشر بتاع الفيبر بيقل بس المعدل اقل. معايا يا جماعه؟ هو ليه لما البريشر بيزيد اسهل عشان فيبر؟ ده سؤال مهم جدا مش عارف والله اقول لك ايه يعني. دلوقتي انت تخيل انت انا عندي دلوقتي دي كده اهو، ده بريشر اهو، وعندي دي الاكس اللي هي بيساوي واحد
ودي تي بيساوي 100 والبريشر بيساوي ايه؟ 1 بار. خلاص؟ دلوقتي انا بقول لك انا زودت البريشر. يعني انا المفروض عملت ايه؟ هطلع فوق وبعدين زودت البريشر هنا. في بريشر جديد. البريشر ده سي مثلا كان 2 بار. المفروض الساتوريشن تمبريتشر بتاعته تكون كام؟ تكون اعلى سي مثلا 120. فمنين انت عندك عندي حبه فيبرين اهو 101 بار زودت البريشر بتاعها بقى 2 بار المفروض الساتوريشن المفروض تكون هي فيبر امتى؟ عند 120 لكن هي في الحقيقه عند كام؟ عند 100. ازاي؟ لازم هيتكسر لازم السؤال اجابته سهله لا هي بسيطه لازم يتكسر. سيبك من كل ده كفيزكس انت لما بتيجي تضغط بيحصل ايه؟ الموليكيولز بتقرب من بعض متقرب من بعض يمسكوا في بعض لان دي ميه في هيدروجين بوند يمسكوا في بعض يعمل لك ايه؟ يعمل لك الليكويد. خلاص؟ المهم بس ايه انا عايز اقول ايه؟ دلوقتي في حاجه بترفع البريشر اللي هو الماس اللي داخله هنا وفي حاجه ثانيه العكس بتقلل البريشر اللي هي الايه؟ الكوندنسيت. المفروض هما الاثنين يوازنوا بعض. طب فرضا ان البريشر الزياده ده نتيجه الماس دي كتير جدا واللي بيحصل الالان ده مش كفايه فيعمل ايه؟ يبقى هو عايز يكثف اكتر عايز يكثف كميه اكتر فيعمل ايه؟ ياخد بقى الفرع ده جاي من الكولد جاي من نسبيا اسقع ويقوم واخد هنا هو فرع كده ويعمل سبراينج يرش ميه ساقعه على البيبر ده فلما يرش ميه ساقعه على البيبر ده يحصل ايه؟ يكثف كميه اكبر بشكل اسرع فتلاقي ايه كميه الفيبر هنا قلت بمعدل اكبر فالبريشر قل بمعدل اكبر شويه عشان توازن الدنيا معايا في القصه دي البامب يعني ايه لازمه لا البامب دي مالهاش دعوه بالقصه دي خالص البامب دي كل الحكايه ان هي تعمل سيركيوليشن ليه انت خدت من بعديها بس ما تسالش لا مش خدت بعدها يعني انا المفروض ان هو الضغط اللي هو دي سيركيوليشن بامب عشان البريشر دروب ده البريشر دروب بس ما وده نفس الكلام تمام خلاص كده مش هترفع الضغط معين يعني اللي هو يعني انا لا هو ضغط عالي خلاص بس هو احنا ماشيين عند ضغط عالي خلاص انت ضغطت السيستم ضغط عالي بس يعني في بريشر في بريشر دروب ما هو البريشر دروب مش عالي ده اللي انا قصدي عليه يعني هي مثلا مش كميه الباور اللي انا هحتاجها من البامب زي مثلا البامب اللي في البي ار البي دبليو ار اصل هي اقول لك حاجه هنا برضو هنا البريشر اللي انت شغال عليه عالي جدا والمفروض ان انت عشان تعمل هيت اكسشينجر ينقل الحراره من هنا لهنا مش دايركت المفروض انت عايز هنا ماس فلويد برضو عالي فما بتحسبش كده فاهم قصدي؟ وبرضو عشان فاهم برضو هنا انت بتتكلم على البي دبليو ار الباور اللي انت بتاخدها من المحطه دي اكتر بكتير جدا من هنا فانك توازن الاثنين ببعض ما ينفعش ده استخدام وده استخدام تاني فاهم القصه البامب دي وظيفتها ايه انت بريشر عالي هنا اهو وظيفتها ان هي تتغلب على بريشر دروب طبيعي تمشي الفلو ده يعني ما بتزودش البريشر لا مش البريشر هي البامب بتزود بريشر لا لا البامب في الطبيعي البامب يعني انا بحطها ايه البامب في الطبيعي بتديني فلو ان في بريشر حصل له اكيوميليشن بقى ده نتيجه السيستم ان السيستم مقفول وفي فريكشن يعني السيستم نفسه هو بيأثر لك بقى يعمل لك هو البريشر ده فاهم ازاي؟ لكن انت بامب دي انت تحط السلك بتاعها في الكهرباء الريش تلف الريش دي ايه؟ دي سرعه خلاص؟ هو الجزء اللي ده اللي هتشكل فيه ايه يعني ايه اللي هيخليه اصلا ده كنترول بقى انت ده كلها بتبقى كنترولز بتقعد بقى تقرا درجات حراره مع فلوريتس مع كل القصه دي مع بريشر وكل حاجه طبعا يعني الموضوع مش بس سيمبل كده بس يعني هو يعني بس دي الفكره اللي بتيجي في مسائل خلاص ايه يقول تاني عايز تقول ايه بس هو السؤال الليمت بتاع كل الوتر يعني انا بسمعه ما هي زولك هي بتبقى انت حاطط مارجن معين لزياده البريشر ده زاد عنه لا شغل السبراير عشان يلحق بس كده تمام طيب ده كل القصه دي كان اسمها ايه انسرج ان عشان بيحصل ايه بيحصل انلت للماس اللي هي جايه من الهوت ليك دي خلاص طيب نفس الكلام ده بس في العكس في الاوت سيرج ما اعتقدش نقول ولا نقوله
نقوله بسرعة. طب دلوقتي العكس. دلوقتي انا عندي اللود حصل له ايه؟ زاد. فاللود لما يزيد اللي يحصل للكيو؟ الكيو هتزيد. يبقى معنى كده ان التمبريتشر بتاعت النيوكلير سايكل حصل لها ايه؟ هتقل. طب التمبريتشر هتقل يبقى السبيسيفيك فوليوم يحصل له ايه؟ هيقل. السبيسيفيك فوليوم هيقل معنى كده ان ايه اللي يحصل في الفرع ده؟ هينزل بقى. تيجي الضغط اللي فوق ده يبتدي ايه ينزل بقى ايه؟ ام دوت تحت او سوري ام. الجزء ده ينزل فيه ايه؟ ام اللي هو سيب مثلا ام اوت دلتا. تمام كده؟ ماشي. طب لما ينزل لي تحت ام دوت ام اوت المفروض تلاقي ايه مستوى بتاع الليكويد قل صح؟ نزل ان هو كده مثلا يبقى ده نتيجه الايه؟ الام اوت خلاص. طب لما ده ينزل لتحت كده المستوى ده البيبر اللي فوق الفوليوم بتاعه يزيد فالبريشر بتاعه حصل له ايه؟ يقل. طب قول انت بقى لما البريشر يقل ايه اللي يحصل؟ يحصل حاجه بقى انت خدتها بقى في الكومباشن يحصل ايه؟ كلمه كده فين في الكومباشن؟ ناحيه ايه كده؟ ناحيه ايه؟ هيحصل ايوه يعني بص يا حاجه يا انا ايه؟ يحصل فلاشنج فلاشنج طب المفروض ان انت قللت البريشر صح؟ فتلاقي ايه البريشر لما يقل يحصل فلاشنج يبقى في جزء زياده من الليكويد ده يتحول لايه؟ لفيبر. تمام عكس الكلام الناحيه الثانيه بالظبط. فتلاقي ايه في جزء كده هنا زياده حصل له ايه؟ اتبخر فقلل مستوى الليكويد زياده. تمام كده؟ طيب دلوقتي المفروض انا نفس الفكره في حاجه بتقلل في حاجه بتزود. طب دلوقتي انا لو انا كميه الماس اللي نازله هنا كتيره جدا يبقى البريشر اللي هنا بيحصل له ايه؟ بيقل قوي صح؟ الفلاشنج بيعمل ايه؟ بيزود البريشر اللي بيطلع فيبر اكتر صح؟ طيب دلوقتي لو انا الكميه دي كبيره جدا كبيره جدا يبقى في مشكله اعمل ايه بقى؟ شغل هيتر. هيتر يعمل ايه؟ عكس السبراي يبقى خلق فيبر اكتر هيزود فين؟ يزود البريشر هنا. معايا ولا اقول تاني؟ هي العكس بالظبط. سبراي بيكثف ده هيتر بيوخر. خلاص؟ دي ام ان دي ام اوت. تمام ولا ايه؟ تمام. طب ده كده الان سيرج والاوت سيرج. طب ده بيجي عليه مسائل كتير جدا يعني ممكن تلاقي مساله بتاعت الميد ترم ما اعرفش هيعمل لكم ميد ترم تاني يكرر ولا لا؟ طيب الجاز كولد رياكتور ده هو نفس اخو ده بالنص بس كل الحكايه ان هو هيعمل ايه؟ هو اسمه جاز كولد رياكتور. ايه؟ بدل ما هنا كان ماشي ووتر هيخليه ماشي هنا ايه؟ جاز ويشيل بقى كل ما هو محتاج جاز او كل ما هو ليكويد يحطه جاز بمعنى دي بدل ما هي بومب يحط ايه؟ كومبريسور او بلاور ايا كان بقى اسمه ايه؟ خلاص؟ بس نفس الفكره بالظبط. تمام؟ طب محتاج يحط بريشرايزر صح؟ نفس الفكره. طب هيحط بريشرايزر ازاي؟ ما هو هنا كان قايم على فيه ليكويد وفيبر. خلاص؟ هيحط بقى حاجات زي عامله زي الدايفرام عارفين الدايفرام؟ اللي هو كانه نفس الشكل ده بالظبط بس هنا بيحط كده هو هنا زي ممبرين هو بقى ياخد الايه؟ الاستيستي بتاعت بالظبط. تمام؟ فده الجاز كولد رياكتور. ده قلنا ايه الامريكان والالمان والانجليز ظبطوا فيه كل واحد عمل له ايه سيستم خاص بيه. طب اخر واحد اللي هو بقى ايه ليكويد ميتال فيدر بريدر رياكتور ده عامل ازاي؟ ليه؟ بريدر ده يعني اللي هو مغذي او تغذيه او لا ثانيه ده فيدر هي اللي كده فيدر لا مش 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 فاكر بصراحه ممكن اشوف ده اللي هو بينتج
البلوتونيوم بيقسموا البلوتونيوم يكمل الشين رياكشن. بس انا مش فاكر صح اسمها بالعربي كان معناها ايه. معناها بالجيز او يعني بتروح ليه او مثلا. بص انا مش فاكر بس هي كان ليها علاقه بالنيوكلير رياكشن الشين رياكشن. الشين رياكشن الشين رياكشن في الوضع بتاعه ايه؟ بيطلع اكتر من مش فاكر بصراحه ما ادوش عليه. بس هي ليها علاقه بالنيوكلير نيوكلير رياكشن اللي بيحصل. بص انا مش تخصص نيوكلير ايه ده هنلف عليك يعني. فيعني ايه خلينا ايه في المساله بتاعه السايكل. بص هو الموضوع فعلا مش صعب برضه والله. بس هو محتاج انك مشكله جزء النيوكلير ان هو بيسموه سبيرتو. جزء انت هتذاكره هتخش بيه الامتحان مش هتفتكر فيه ولا كلمه. هو ده طبيعي يعني. طب هنا بس كان في حاجه ده المفروض بيستعملوا هنا حاجه اسمها لايت ووتر. في حاجه اسمها ايزوتوبس. انت ممكن عندك نفس الاليمنت بس بتزود فيه نيوترونز جوه النيوكليوس فيبقى عندك حاجه اسمها ايزوتوب. خلاص فهنا البي دبليو ار ده عملوه في الاول بيستعملوا لايت ووتر اللي هي ايه فيه الهيدروجين عادي اتش 1 1. وبعد كده اتطوروا شويه استعملوا حاجه اسمها ايه الهيفي ووتر اللي هي اسمها ديوتيوم اللي هو ايزوتوب من الهيدروجين اللي هو اتش 1 2 يعني. المهم يعني هو ليه خصائص افضل من حيث الكثافه ومن حيث ان هو بينقل ايه الحراره بشكل احسن. تمام ماشي. ليكويد ميتال بقى السايكل عامله ازاي؟ السايكل هتلاقيها عامله كده. اول واحد ده اللي كله مع كله. بص يعني البي دبليو ار ده مبقاش استعمل. وحتى الحاجات اللي موجوده منه حاليا حاجات اللي هي القديمه جدا يعني. انا هسال كورد سؤال يعني. انتوا عارفين في محطه بتاعت الضبع بتتعمل دي بي دبليو ار؟ طب انا هسال سؤال يعني. هو تفتكر هل قرار صح موضوع الطاقه النوويه ده؟ يعني انا قدامي حلين اعمل محطه عاديه ولا اعمل محطه طاقه نوويه. لا اخاف على البني ادمين من حيث من كل ماشي. بس تفتكر ايه اللي بيخلي الناس برضو تروح تعمل نيوكلير باور ستيشن؟ انت فاهمين قصدي يعني كل مشاكلها والانفجارات اللي ممكن تحصل والمشاكل البيئيه اللي ممكن تحصل في الدنيا دي كلها كوارث والناس برضو بتروح تعمل نيوكلير باور ستيشن. ماشي انا ممكن عادي يعني. لو انا بتكلم على كده اصل خد بالك بتاعه الضبعه دي بتطلع 4500 ماشي. ميجا ازاي يعني توتال يعني يكون نيوكليير وبتاع وجيجا ليه يعني هو. فليه ما اعمل واحده سكيل اكبر بيشتغل بناتشرال جاز مثلا والدنيا حلوه وبسيطه واطلع نفس الباور المشكله يعني. عارف هو في واحد غلطته في فوره. في واحد لو طلع منه كتير ما مش هيعمل لك كحه شويه يعمل لك بتاع كده. طيب بص هي طبعا في اسباب كتير جدا يعني. الباور اللي انت بتاخدها اكبر بكتير جدا بالنسبه للوحده نفسها بالنسبه للاريا بتاعتها للسيرفيس اريا والفوليوم او اللي بيسموها الفوت برينت بتاعتها يعني. خلاص بس في حاجه ثانيه مهمه جدا. رغم دي نيوكلير بس يقولك ان انت تكلفه الاوبريشن اقل بكتير جدا من تكلفه الاوبريشن بتاعه الكونفنشنال. انت عندك في 2 كوست صح؟ في ايه؟ في راننج او الاوبريشن كوست وفي الفيكسد. النيوكلير دي رقم خزعبلي في الفيكسد بتدفع ارقام ضخمه جدا. بس بالتبعيه الناحيه الثانيه الاوبريتنج كوست بتاعها كلام فاضي رغم ان هي فيها اجزاء لازم تتصين كل فتره عشان السيفتي وعشان لكن هي نفس نظام التشغيل ده هتلاقي ان هو كرننج كوست او اوبريتنج كوست اقل بكتير جدا. وجزء اساسي جدا في الحكايه دي برده هو ايه تكلفه الفيول اللي انت بتحرقه. النيوكلير فيول اللي انت بتحرقه ده نسبيا بالنسبه للانرجي انت هتطلعها كلام فاضي جدا. فاهمين قصدي؟ لكن انت الغاز او المازوت او ايا كان هتلاقيه نسبيا عشان تطلع نفس الباور تدفع رقم كبير كتير جدا في الفيول. فاهمين؟ يعني انا اتذكر كان في رقم كانت قال على موضوع الضبع ده ان هو تقريبا
40 ضعف. يعني ايه؟ يعني لا بتكلم على 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 تكلفه كرانينج كوست بتاعت لو انا عملت نفس المحطه دي عملتها ناتشرال جاز ودي محطه نيوكلير دي كرانينج كوست 40 ضعف. متخيل انت وفرت قد ايه؟ فده اللي بيخلي الناس لا تروح نيوكلير برضه. فاهمين الفكره؟ طيب الليكويد بقى دي عامله معلش انا خدنا ورا الموضوع مهندسين مصريين بقى. عشان عايز اقول لك انا دفعتي في اربعه منهم دخلوا دخلوها مش لسه ما فتحتش اصلا. لا بيعمل كل فتره مسابقات وانا في واحد دفعتي حتى يعني ما شاء الله كان شاطر يعني هو كان غاوي موضوع النيوكلير ده من واحنا في الكليه. المحطه بتبني دلوقتي فهم عشان بيعدوا كوادر تدوس تشيل المحطه بتاعها كويسه يعني بصراحه ان هم كل الكوادر هم عايزينها مصريه. يعني هو مش عايز يبقى موجود الا الروس بس مجرد ايه كام خبير كده هما اللي يبقوا متابعين لكن هو عايز الناس اللي تدير مصريين مهندسين وفنيين وكله. فعملوا ايه؟ عملوا بيعملوا كل فتره كده مسابقات في يعني مسابقه يعني امتحانات تخش كذا فيز وتلاقي الامتحانات بتاعت النيوكلير دي فيز كتير جدا انجليزي بقى وتكنيكال وكمبيوتر ويعني تتعجل خلاص تدوع من قدم ناس كتير خلاص. هو صاحبي ده دخل يعني ربنا كرم واتقبل وراح قعد فتره كبيره جدا بياخد ايه بياخد مش حاجه ما اشتغلش بيروح هناك كل يوم الصبح ياخد دورات وتدريبات وبتاع مش عارف ايه روس بقى على مش عارف مصريين على على خلاص قعد فتره كده لحد ما بقى لك ايه لا احنا عايزين بقى ايه نطلع ناس جزء يعني من الناس دي تطلع روسيا لا تطلع روسيا تدرب هناك. طب طلع روسيا وتدرب هناك فتره طب بس كده لا احنا عايزين بقى نعلي مستوى الموضوع شويه. قال لك انت هتروح هناك هتاخد ماجستير في النيوكلير انرجي طبعا كل ده يعني تخيل انت بقالك دلوقتي اربع خمس سنين اهو ما بتشتغلش هما سفروني وودوني وصرفوا عليا فالدنيا طبعا كويسه جدا يعني بس طبعا هي بقى مشكلتها في ايه؟ طبعا فيها ريسك يعني شويه واحد بقى برضه قلقان مش بيلبسوا واحد انت بص مين يا باشا بص هو بص هو يوم لا قدر الله لو حصلت غلطه الله لا لبسوك ايه؟ لا وغير كده هو برضه بيتعرض لشقه حتى لو لبس ايه برضه لازم يتعرض لازم ماشي بس خد بالك الحاجات دي كلها مدروسه ان مش هيتعرض لحاجه تسببك اي مشكله بس هي في مشكله ثانيه اصلا ان انت برضه انت مرتبط طول حياتك مرتبط بهذه المحطه فقط لا بهذه المحطه يعني انت قاعد جنبها عيشتك كلها هناك بقى لا تعرف تروح ليمين ولا شمال وبتبقى زي الجيش بتقعد هناك مثلا اسبوعين تنزل اسبوعين او ايا كان طيب المهم يعني لا هو بصوا اللي اعرفه المهندسين فعلا بيروحوا كتير بس ما اعرفش كام بس فعلا فعلا بيروحوا كتير يعني انا يعني بقول لك ثلاثه من دفعتي وفي ناس كتير جدا من دفعتي قدمت وما حصلش نصيب عادي بس لا هم كل فتره هتلاقيهم بينزلوا المسابقه دي وبياخدوا عدد كويس وبرده والله بقول لك حاجه برده احنا في ميزه عندنا هنا ان انت بتاخد كورس النيوكلير سيبك من ده كورس حتى بتاع اللي هو الليكتيف اه كورس كويس يعني في جامعات كتير جدا هتلاقي اصلا جزء النيوكلير ده ما فيش اصلا ما بياخدوش فاهم ازاي؟ فده برضه لحد ما حاجه كويسه. بس فدي كلام كويس يعني. طيب بص بقى عشان بس اخلص بس ده كده بيسموه ايه البرايمري لوب. تمام ده انترميديت برضه عايز اقول لك برضه حاجه برضه هي ميزه الموضوع الضبع ده. طبعا انت عارف ان هو صحيح طبعا وزاره الكهرباء. معروف كمرتبات وزاره الكهرباء لحد ما كويس. الضبع ده بقى مش الحين ما اعرفش والله كام هو مش بيفش عليك بس هو يعني ده حماده خالص تاني خالص غير الحماده التاني. اللي هو بدل الفرق ما بين الانستريم والتاني. تاخد بالظبط اه. ده فرق ايه؟ يعني عشان يعني بيأمن لك صحتك يعني والكلام ده ان انت رايح ريسك وكده. داخل فيها حاجات كتير جدا يعني. داخل فيها اللي انت متغرب. طلعته في الضبعه ان فيها ريسك عالي فيها حاجات كتير التكنيكاليتي بالظبط غلطه فورة يعني طبعا هو هل العكس هل بعد كده في استثناء اصلا محطه الطاقه لا برضو بص لك احنا برضو في مشكله في مصر ان انت في مصر ما فيش اصلا مناجم او ما عندكش انت الخام بتاع اليورانيوم فانت اجبارا انت بتستورده 100% بتستورده من بره
فدي دي في حد ذاتها مشكله. يعني تلاقي مثلا دول مثلا الروس مثلا عندهم كتير. ليه؟ لان روسيا اصلا عندها مناجم يورانيوم فهو عنده الخال. فاهم ازاي؟ على عكس احنا عندناش عندنا نشر جاز. بس هي الفكره في ايه؟ ان انت لازم تنوع. فاهم ازاي؟ وسعره بالنسبه للباور انت هتطلعها نسبيا 40 ضعف النيوكلير بالنسبه لك. ان كرانين كوست لا النيوكلير ممكن احسن. فاهم الفكره؟ بس وانا لك برضه هو اللي كان بيتقال يعني ان الهدف من الضبعه دي مش الهدف كهرباء بس. لان لو كهرباء ما نعمل غاز طبيعي نعمل مازوت نعمل اي حاجه. هو الهدف ان يبقى فعلا في جزء العلمي بتاع النيوكلير انرجي ده في مصر. ودي حاجه كمبدا كويس جدا فعلا. طيب ف ده الليكويد ميتال. خلاص بقى خلينا نركز في الكلام المهم ده. دلوقتي عندنا ايه؟ دي بقى عندنا موضوع عقد شويه. بقى عندي كام لوب؟ ادي 1 2 3. دي اللي هي برايمري ودي السكندري زي ما هي. ودي اللي هي الباور سايكل. ودي النيوكلير. دي كده ايه؟ حاجه في النص انترميديت. ماشي. طب الليكويد ميتال ده احنا كل اللي فات ده كنا بنتكلم على ايه؟ على ووتر بقى ايا كان الايزوتوب عامل ازاي. بس ده ميه. هنا الحاجه اللي بتبرد بيها او الحاجه اللي بتنقل الحراره من النيوكلير رياكتور ده لبقيه السايكل. السايكل دي ماشي فيها مش ميه، ماشي فيها ايه بقى؟ ماشي فيها ليكويد ميتال. يعني ايه ليكويد ميتال؟ يعني ميتال درجه حراره عاليه جدا 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 لحد ما حصل له ايه؟ ساح بقى ليكويد. خلاص. طب ايه الميتال انا بستعمله واعمل بيه القصه دي؟ هو الصوديوم. ده اشهر حاجه. عارفين الصوديوم ده ميتال. صوديوم كاليمنت ده ميتال. خلاص. طب ليه بستعمل الصوديوم؟ عشان خصائصه ان هو ميلتنج بوينت بتاعته عاليه في نفس الوقت السهل ان انا اعمله ايه؟ بامب. تمام كده. طب فهي الليكويد ميتال بستعمله ايه في السايكل دي؟ طب السايكل اللي هي الباور دي ماشي فيها مين؟ في ماشي فيها ايه؟ ستيم. بقى غلبان ده. فده كده ميتال ستيم عادي. طيب السايكل بقى الانترميديت يمشي فيها ايه؟ جاز. يعني مين اللي في النص كده اللي ينقل من الليكويد ميتال للستيم؟ جاز. انا عايز حاجه برضه. طب بص المفروض انت عارف ايه؟ المفروض درجه الحراره هنا عاليه جدا. ده ميتال سايح. فهتحط هنا حاجه في النص ميه برضه؟ طب هتضغط الميه دي قد ايه عشان ما يبقاش فيه تبخير جوه؟ انت عايز السايكل دي مقفوله تكون كلها ليكويد. يبقى جاز. فبيحط ايه؟ يحط ليكويد ميتال برضه. ما اعرفش جاز ده. جاز ازاي؟ ما اعرفش. انا بقول لك عايزه يبقى يعني هو يا ميه. ده بص ده حاجه انترميديت بتنقل حراره من ده لده. شوف كام يعني في هنا هيت اكستشنجر هنا واحد كمان. احط جاز ليه؟ جاز يعني هيت ترانسفير ضايع. يطلع عيني وعين كل الناس اللي معايا. ليه؟ بالظبط. انا عايز حاجه ليكويد. طب ايه قسمتها مش هتعملها بره؟ اهو ليه دلوقتي. المهم بس خلاص ده ايه ليكويد ايه؟ ميتال. وفي الغالب برضه بيبقى ايه صوديوم نفس الحاجه يعني. طب فرقت فيه؟ فرقت فيه بقى. فرقت فيه ايه؟ فرقت فيه؟ حد يعرف المحاضره قالت ايه؟ ايه اللي فرق فيه؟ يعني ليه انا عملت انترميديت؟ ليه انا ما شيلش السؤال دي. بص السؤال بص ليه انا ما شيلش الانترميديت دي واخلي السايكل الجميله كده برايمري مع السكندري على طول؟ ممكن ايه مشكلتي في كده؟ فرق الوتر. ماشي مش هي دي. هو في سبب رئيسي. سبب هو الاساس. احنا عملنا القصه دي. ها مسكك عارف. طيب بصوا انتوا عارفين في كان في تجربه بناخدها زمان كده في المعمل. لو انت بتجيب ايه؟ بتجيب حبه ميه تحط عليها حته صغيره قد كده اهو من الصوديوم او السيزيوم. مين السيزيوم؟ حط كده حته منه تدلعك. خلاص. فلو انا ده المفروض ده سايكل اللي فيها النيوكلير رياكتور. نيوكلير رياكتور. تخيل كده لو انا كنت موصل دي مباشره مع السايكل اللي فيها ميه. ودي المفروض فيها مولتن صوديوم. يعني صوديوم مش اي صوديوم كده. لا ده صوديوم مولع وسايح. خلاص. والصوديوم المولع السايح ده ماشي جوه النيوكلير رياكتور. خلاص. رحت انت جبت ايه حته تسريبه صغيره كده اهو رحت مدخل له حته هيدروجين موليكول صغيره كده من الـ من الـ من الستيم ده. هيعمل لك ايه هنا؟ هيفجرك تفجيرين. تفجيرين. ايه التفجيرين بقى؟ تفجير الصوديوم ده لوحده خلاص كده. تفجير الانيل منه الرياكتور نفسه. تخيل بقى قلب الرياكتور ده ينفجر لك كده حلو. هتعمل ايه؟ فاهم الفكره؟ طيب فهنعمل ايه في القصه دي؟
هنحط اللوب دي حاجه انترميديت في النص عشان لو فجر التلفزيون الصوتي يبقى على قد ايه تبقى ماسك الحته دي على قد ايه على على قد اللوب دي بس خلاص كده لكن ما بقاش فيه نيوكلير يعني تفجير نووي. طب اشمعنى الصوديوم ليه ما اخترتش مثلا معدل التانيوم؟ هو الصوديوم عشان درجه حراره الميلتنج تمام 1030 توصل بيه درجه حراره يعني اقدر انا امشي هنا درجه حراره عاليه جدا فلما اوصل درجه حراره عاليه جدا اقدر انا في الاخر انقل واعمل هنا سوبر هيتنج الستيم درجه حراره عاليه جدا تطلع باور كبيره في التربين فاهم ازاي؟ بس الى جانب بقى ان هو الصوديوم ليه قصه ثانيه خاصه بالنيوكلير ان هو بقى ايه بيشتغل كمودريتور وبياخد بقى حبه النيوترونز الزياده دي ياخدها في حضنه عشان ما تزودش الانرجي بزياده يعني ليه 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 شغل تاني خاص بالنيوكلير كمان تمام كده فده ده ايه الليكويد ميتال فيدر بليدر رياكتور طيب شو بص في حاجه تانية ناقصه اقولها عشان برضو عارفين يعني هو انا نفس الفكره برضو هنا بيتحط هنا ايه ده بريشرايزر برضو تمام بس البريشرايزر ده بقى ركز فيه كده ده مش فيبر بريشرايزر ده بيسموه ايه جاز بريشرايزر ليه لان انت المفروض في جزء ليكويد ليكويد ده نوع ايه ليكويد ميتال تمام طب ما اللي فوق ده اكيد مش فيبر من الميتال اكيد انت مش هتوصل للمرحله دي يعني فبيحط فوق ايه بيحط فوق جاز بقى جاز ده بيبقى جاز خامل اللي هو ايه ارجون مثلا ده مشهور جدا تمام وظيفته ايه نفس الميكانيزم بالظبط اللي بيشتغل في البي دبليو ار هيشتغل هنا بس كل الحكايه ان انت بدل ما هنا كان منه فيه كان ده ليكويد وفيبر من الميه لا ده ليكويد ميتال مع ايه مع جاز انرت جاز يبقى كده مش هقدر طبعا بالظبط طبعا ده معناه ايه ان انا اكيد اكيد مش هيبقى عندي هسحب بقى هسحب هعمل بيه ايه يعني هعمل ايه بالسبراير ده فاهمين ازاي مش هكثف خلاص كده فاهمين القصه دي؟ انا مش هيبقى في ميكانيزم يعني ولا هيبقى في ميكانيزم كده بس عشان ياخد ياخد الزياده في الماس وينزل العكس لو هو في فرق في بالظبط ممكن يبقى في حاجه خاصه بالارجون يزود البريشر بتاعها ولا حاجه خارجيه ماشي بس يعني مفيش حاجه قصدي من السايكل فيها حاجات ممكن تبقى خارجيه ماشي تمام كده؟ خلاص خلينا المره الجايه بقى نحل على بعض